جمعتنا الصحافة ركن باه رسني مير غفمس يعني الاهتمامات اللي تفكامي الفنان نون أمازيغ إري غتسنتيز الفنان إيقا تبرت المجتمع نس إيقا واللي تشاهدنا في العصر نس إغني الصحفي الفنانة تينا تاكل بالسير غيات تلغات إنك قنيت لها وزوتك يا الصحفي يا النظراني غي قال حقيرة تنان إغني تبرت نسيت كريغاتيان صغار السنس اللي سرستي السلكن كريغاتيان ردت من هذه التيلي الفايده غمس انتبرت نس بالنسبه للمشاركه نغ مهرجان تيميتار هاني السوسمي بهره افدد حاضر المهرجانات بعد الفتره مقورن اللي نكا الى حبابنا يا غومار كنس بهره حبي اختنا بهره ابراهيم زند مدير فني مهرجان تيميتار. مهرجان تيميتار يعود هذا الدورة يعني دورة 17 بعد توقف ديال سنتين بسبب الجائحة يعود ببرنامج غني في البعد ديالو الموسيقي والفني وطبيعة الحال البعد أيضا الأكاديمي كما لاحظتوا البارح تم تقديم كتاب البديع ديال فن الرويس وأيضا افتتاح الجامعة الصيفية وأيضا اليوم ببرنامج غني وحضور أسماء وزنة سواء محلية أو وطنية أو أجنبية. إذا برنامج غني فيه ما هو أو تراثي ما هو بديل ما هو أيضا حضور أيضا موسيقى الحديثة وحضور أسماء مهمة سواء من سوس هناك فاطمة عمران وداد أو أيضا أسماء من موسيقى يعني البديلة كالفنان الارتيست هوبا وبسبيريت أيضا معنا يوري بونافنتورا سوراج وأسماء كبيرة وزنة تكون حاضرة معنا هذه السنة. شكرا.